نذهب سريعا وما زلنا مع التعليم، ولكن هذه المره الثانويه العامه الشروق بتقول حجازي في البرلمان ندرس التشويش بلجان الثانويه العامه بالتنسيق مع القوات المسلحه. رضا حجازي رئيس امتحانات الثانويه العامه اعلن ان وزاره التربيه والتعليم بتدرس حاليا مساله التشويش على شبكات المحمول داخل لجان الامتحانات، وده بالتنسيق مع القوات المسلحه. حجازي قال خلال اجتماع لجنه التعليم داخل مجلس النواب ان هناك فارق بين تسريب الامتحانات وبين الغش داخل اللجان، ووصف تسريب الامتحانات الثانوية العامة العام الماضي بأنها أحداث دامية، وقال أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء كي يتم بحث وتطوير هذا الأمر، وقال أن اللجنة دي توصلت على بعض البدائل على المدى القصير والمدى الطويل. المدى القصير بيقول توصلنا لنظام البوكلت، أما المدى الطويل سيكون في تطوير المناهج بداية.